لا لكن مثل ما قلنا امبارح كملنا بالنسبة للسن، كنا عم نحكي عن الهايبرتنشن، عن الفايتال ساينز اللي هن قلنا اللي هن التنشن، اللي هن ريسبريشن، اللي هن بلاد بلاد بالز، سوري البالز، سوري هارت بالز. كمان امبارح كنا حكيناهم، يعني حكينا عن الفايتال ساينز، هن اهم شيء بنعملهم عند المريض بس يفوت عند على المستشفى. عند دخول المريض على المستشفى اهم شيء اخذ له هودي الفحص، الفحوصات الاشياء الحيويه لبعض احياء، يعني عنده الضغط والنبض والتنفس والوجع والحراره. هودي امبارح كنا وصلنا لاخر شيء حتى فسرنا لكم انه الهارت اتاك كيف بتصير، هارت ستروك انه جلطه بتسكر مجاري الدم بالقلب. هلا صرنا مرحله جديده اللي هي هايجين. هايجين هي تعتبر النظافه. اول شغله الممرضه هي عباره عن النظافه، يعني وقت بيقولوا لك مرضى بيقولوا عنك انت شخص موسوس، انت شخص مهووس بالنظافه. كرمال هيك الممرضه بالنسبه لها هن عباره عن عن نظافه وعن تنظيف وعن تعقيم. Practice hygiene practices that promote health through personal cleanliness. هي الهيجين النظافة هي التدابير والإجراءات الممرضة اللي بتعملهم بقلب عملها ضمن عملها ضمن المستشفى، حتى برات مستشفى بتعيش حياة كمان نظافة. فهيدا الشيء بينغرس براسها بعقلها بدماغها كيف كيفية الحياة، حتى بحياتها ببيتها كمان بدها تعتبر ذات النظام النظافة. الهايجين قلنا هو التدابير اللي بتاخدها تختص التنظيف والتعقيم والتطهير بالمستشفى. Most hygiene practices are based on maintaining or restoring a healthy integumentary system. هن النظام الصح النظافي النظافة النظام التنظيف والتعقيم والنظافة هو لنحافظ على الصحة، إن كانت صحة المريض وصحة العيش بالمستشفى، لأنه يعني بس نفوت أي بكتيريا على المستشفى، أنتوا بتعرفوا الممرضة ممكن تنقل أي مرض من وراء مريض لمريض بإيدها ببلوزتها بالجون تبعها بالجلافز تبعها. إذا ما تنظفت من مريض لمريض ممكن إنها تنقل، تكون هي الفيكتور أو السهم اللي بينقل المرض من مريض صاخ سليم، من مريض عنده أمراض فيروس بكتيريا تنقله من عنده البكتيريا لمريض صاخ سليم فايت، تنقول كرمال عملية عادية عملية صغيرة ممكن أنه هذا المريض يأخذ أي ميكروب عن طريق الممرضة. كرمال هيك أهم شيء نحن كممرضات بالمستشفى بدنا نحافظ على صحة المرضى حوالينا. أكثر مطرح بيكون في عنا بكتيريا وإنفكشن هن هودي الخمسة. أول شيء جلدي، جلدي إيدا وجة زندة إجرة صبيعة شو ما كان، أي شيء on the skin هي موجود البكتيريا وممكن هن يسببوا لأمراض جسمية. تاني شيء ميكوس ممبران، ميكوس ممبران يعني الغشاءات اللي تفرز مواد مخاطية، يعني العين، المنخار، الدينة، التم والأماكن الحميمة والمخرج. هودي أكتر مطرح كمان بحب البكتيريا وبحب خاصة الفطريات يتغلغلوا بقلب هالأماكن، لأنه لزجة ورطبة وأنتوا بتعرفوا الفطريات بحب يعيش بأماكن لزجة. الهير، هير هو الشعر، أكثر نسبة بكتيريا بتنوجد على الشعر خاصة مش مغسول، حتى لو انغسل بضل فيه بكتيريا على الشعر وبصلة الشعر وحتى جلدة الشعر أكثر منطقة عرضة إنها تحمل جيء
وفطريات، انتم بتعرفوا اوقات بتعملوا اكزيما بقلب جلدة الراس، ممكن تعمل فطريات بقلب جلدة الراس، ممكن انه يهرش عليكم من وراء شي بكتيريا او الثعلب اللي هي بتاكل بصلة الراس، بصلة الشعر، وبتلاقوا في بقحة جلد جلد واسعة موجودة بقلب راسكم او عند الشباب عند الدقن. لكن عندنا finger nails and toe nails، أكثر مكان تتعشعش البكتيريا فيها، where we can find the most big huge number of bacteria and germs، موجود بقلب النيلز وأصابيع الإجرين. كرمال هيك وقت اللي واحد بيكون عم بياكل ضفيره بالنسبة لنا عم بياكل البكتيريا والرواسب كل شيء في جاي لماما بحياته، من الأكل للحمام لا الفوتي على الدبليو سي، كل شيء فيه بكتيريا بتتعبى تحت الضفر. سو اهم شيء نتنظف على ضفيرنا ونقص ضفيرنا. كمان التيث، التيث السنين عرضة للبكتيريا، بتعرفوا انه كل شيء بفوت على تمنا ممكن يحمل بكتيريا، بتتغلغل بقلب التم. كمان هيك الفرش السنين والحفاظ على الاسنان ونظافة الاسنان والذهاب الى حكيم السنين باستمرار شيء كتير مهم للنظافة. برجع بذكركم كمان انه السنين هو اول مدخل لبكتيريا ستريبتوكوك، بكتيريا ستريبتوكوك اللي بتفوت من خلال السنين على الدم وعلى الدم بتوصل على صمامات القلب. تعمل ستريبتوكوك فيريدان هي اللي بتفوت في الاسنان بتكون. بليز حدا عم يحكي يعمله معروف بس كرمال بحكي انه الستريبتوكوكس فيريدانس هي اللي بتفوت في الاسنان بتكون على الاسنان. ستريبتوكوك اللي بتفرز ستريبتوليزين، مزبوط، بتعمل ستريبتوليزين، هي بتفرز الانتيجين اللي بتقدر تفوت على بكتيريا السنان، بتنسحب من الدم على الفالفولوباتي، بتعمل امراض صمامات القلب، مزبوط. لكن النظافة اهم شيء كممرضة، جلدتنا، شعراتنا، عيوننا، منخارنا، ايدينا، ضفيرنا واسناننا. comfort rest and sleep، نحن قلنا بالفيتال ساينز انه من الاهم العلامات الحيويه عند المريض قلنا الضغط، النبض، الحراره، ريسبيريشن، وحكينا عن البين. البين كمان انا تما ينوجع مريضي، اما تما تحس تقعد مريضي بسيتويشن ما يكون مزعوج فيها، بدي أمن له الراحة، comfort rest and sorry شو صار هون معنا comfort rest and sleep. أول شيء الكومفورت، الكومفورت هو انه الشخص يكون ما في عنده ستريس، ما في عنده هي از ديستريس، مرتاح بحاله، هي الكومفورت حاله الاستراحه، انه ما عنده اي ديستريس او اي ضغط او انزعاج يقدر ينام فيها اما يرتاح فيها. بيطلع المريض من كل شيء في تعصيب او ضغوطات، هيدا هو الحالة الكومفورت، كومفورت باستراحة. أنا rest معناتها awakening state، rest يعني أنا عندي نشاط، يعني حالة يقظة، I'm in rest يعني أن أنا ما في عندي ضياع، ما عندي عدم تركيز، عندي صحة عقلية ثابتة، هي الawakening، waking states that means mental stimulation، هي الرست. الرست هي اليقظة، انه انا بحالة رست، انا انسان شايل اي عوامل ممكن تأثر على تفكيري، على طاقتي، على ايجابيتي، فبحالة يقظة مرتاح عقليا وجسديا. السليب هي النوم الغميق، يعني فقدان الوعي. كلمة هيك انه الكومفورت
هو أنا براحة، إنسان ما في عندي ستريس. ريست أنا عندي يقظة مركزة على شغلي، مركزة على حياتي، عندي بيس إنسايد، مثل عندي سلام داخلي مرتاحة، أقدر أعمل شغلي مظبوط، أقدر أدرس مظبوط، أقدر أروح على عملي مظبوط. سليب هو النوم، النوم معناتها بروح unconscious. هودي بالنسبة للميننج تبع الكومفورت والريست، هودي أهم شيء أنا بدي أمنهم للمريض، وكمان المريض لازم أعمل له سيف كلين اند اتراكتيف انفايرمنت كونتريبيوتس تو كومفورت. وقت أنا بأمن له للمريض الأمان فوق، بس يفوت المريض لعندي مسيو تفضل ارتاح، انت بايدي امينه، انت شايفك الحكيم ورح نعمل لك اللازم. يعني المريض بيكون مرتاح، حسس بامان، عدا انه الامان الجسدي بحطه بتخت، عنده بوردرز، عنده حمايه، بحطه باوضه بعيد عن اي انزعاج، هيدي بعيد عن بمكان امن، هيدي هي السيف. انا لازم امن للمريض السيفتي. انت مسيو جاي لعنا، يلا ان شاء الله بنعطيك العلاج وبتصح وبتشفى من مرضك. كلين النظافه واتراكتيف انفايرمنت، يعني انا امن له الجو المريح والراحه للمريض والكومفورت للمريض. هودي كلهم بامنوا الكومفورت، والمريض بحس حاله بامان، بحس حاله مرتاح بدون اي انزعاج، بيكون حاسس انه لانه بتروح الخوف عنده. انت بتعرف المريض بس يفوت على المستشفى بالنسبه له فايت على مكان موت، لكن بس امن له انا السيفتي والنظافه، الاوضه الامنه، البوردرز، الباب الامن، النظافه بقلب الاوضه، الطابق يكون مريح ما في انزعاج. هيدا بكون انا عم امن له للمريض الكومفورت، الراحه. وظائف النوم، يعني النوم شو هو أهميته، شو بيفيدني أنا على جسمي، شو بيأثر علي. أول شيء النوم بيقلل التعب، بس نكون تعبانين كلنا ننام نرتاح تنفوت بالسليب، تنفوت بالانكونشسنس، تنلاقي حالنا ان بيس، منريح حالنا كليا. يعني أول شيء بيزيل التعب، بس أنا أخفى ونام، كل شيء في مشاكل من راسي ببعد عنا وفوت عميقا، يعني تعب شلته عن راسي وعن جسمي، عن جسدي وعن عقلي. ثاني شيء ستابلايز ذا مود، انتوا بتعرفوا وقت ما بتكونوا نايمين بتكونوا قايمين النوم مزعوجين، عم مودكم منكم بمزاج للمزح وللاخذ وللتكلم ولا الاهتمام بأي حدا، بيكون المود عندكم perturbation of the mood، لكن النوم بقومكم مرتاحين stabilized mood. ثالث شيء improve blood flow to brain، وقت اللي أنا بنام وبرجع راسي وبرتاح وبرجع كتفيتي لورا، الدم كله بيرجع على دماغي، بريح دماغي، بغذي دماغي من الدم. كرمال هيك حتى أوقات بس تنام يكون عندكم وجع ضرس، طر علي وصار يوجعني بالليل، لأنه الدم كله بيطلع على الراس، بيطلع على الدماغ، واللي عنده وجع بالراس ومشكلة بالدم هيدا اللي بيصير عنده وجع درس أكتر شيء بالليل، لأنه الدم بيطلع على الراس وبيضخ ضغط على الراس، من هيك بيضخ ضغط دم على السنين بالليل، بيكون عنده حدا مشكلة بالدرس أكتر شيء بيأثرها، بتبين بفترة النوم وقت اللي بيلقي راسه لورا. تالي رابع شيء enhance various physiological process، يعني الجسم بس ينام ويرتاح أعضاء الجسم بتفرز البروتين، protein synthesis، معناتها أنا في جسمي ممكن إنه يفبرك ويفرز البروتين بالفترة اللي بكون أنا نايمة فيها ومرتاحة فيها. خامس شيء improves human system، انتو بتعرفوا بس تكونوا نايمين ومرتاحين بتلاقوا حتى وجهكم رايق من الحبوب ومن الانفكشن ومن البكتيريا اللي بتبين بالبزر، حتى بوجهكم الحبوب النتقة والعمل بوجهكم، بتكون قليل النوم. بينما بس تكونوا نايمين بتلاقوا انه
وشكن مرتاح، حتى ما بيصيبكن رشح، ما بيصيبكن غريب ولا اي سخونه. الكتر النوم مش ضروري كترته، النوم الكافي للجسم بخلي الايمينتي سيستم وسيستم المناعه يجدد حاله، يفبرك حاله، الخلايا المناعه تفرز المناعه الكافيه، ما تكون موتره، بتكون مرتاحه خلايا المناعه وبتعطينا الانتي باديز والافرازات الجسم لمحاربة البكتيريا. سادس الشيء بروموت ايموشنال ويل بينج، انتم بتعرفوا تكونوا نايمين بتكونوا مرتاحين، بتكونوا مبسوطين نفسيا، مرتاحين تعاطيكم مع العالم بكون تكونوا مرتاحين. وسابع شيء وقت اللي بكون انا نايمة ومرتاحة بهذا الشيء بيساعدني على قوة الطاقة العقلية والذكائية والذكاء والدرس. كمل هيك من قلتهم قبل بليلة من الدرس ناموا، ما تضلكم سهرانين كل الليل لا تدرسوا، لأنه بيتعب الراس وبتتعب الميموار بتتعب الذاكرة، بس تروحوا على الفحص بتبطلوا تتذكروا أي شيء درسينه. سو وقت اللي بتكون قبل الفحص بتكون تناموا، لأنه هيدا الشيء بيحس الذاكرة إنها تشتغل مظبوط. functional بس هون هلا تأثير الحرمان، يعني نحن قلنا النوم شو بفيدنا، هلا بدنا نحكي عن الحرمان من النوم. يعني انا وقت اللي ما بنام، يعني حكينا قبل شو فوائده، حدا عنده مشكلة بالكونكشن لأنه الباقيين في معي، حدا فايت كلكم فايتين معي بالدرس ما هيك، حدا عنده مشكلة بالكونكشن، في شخص كاتب لي على الجروب إنه في مشكلة بالكونكشن، بيكون من عندكم أصدقاء يا تلاميذ الأصدقاء، لأنه أنا هون عندي كله في ناس متابعة وفاتحين معي. لكن بنرجع بنعيد بنرجع بنكمل برضه بنكمل انه تاثير النوم على شو ممكن انه تاثير النوم يوديني. تاثير النوم بس نزيد بس ثانيه صغيره، في عندنا حدا فات كمان بدنا نحطه نوال نوش. اوكي هلا تأثير لنا حرمان النوم. حرمان النوم أول شيء altered comfort، بتلاقي حالك وقت اللي أنت منك نايمة مزعوجة مش مرتاحة قاعدة جسمك عم بيرجف جسمك تعبان، altered comfort منك براحة. تاني شيء impaired coordination، ما بتركزي تعملي الشغلة، بتلاقي حالك راح تعملي الشغلة بترجع بتروحي تعملي شيء تاني، بتروحي تعملي شيء تالتي، ما بتركزي ابدا على الاشياء تسلسل الاعمال اللي بدك اياها، بتلاقي حالك انه بتلاقي حالك انه مش عم تركزي على الشغل ولا بتكوني ضايعه. ثالث شيء loss of muscles mass and weight، وقت انا مبني مظبوط بخسر عضل. برجع بقلكم حتى لانه النوم قلنا وذكرنا اول شيء النوم بغذي، بيفرز بروتينات بيفرز كولاجين، كرمال هيك بينصح وبغذي الجسم، كرمال هيك بقول لك انه ما عليه لو نام من نام النوم غذاء، تركوا هالشخص نايم اصلا النوم غذاء، نفس الوقت كمان بيفرز بروتينات بيعطي عضل. يعني انا وقت ما بنام مظبوط ما في عندي بروتينات عم تنفرز بجسمي لتقوي جسمي، كرمال هيك بلاقي عضلي تعبان، خف العضل عندي والوزن بخف عندي من قله النوم من قلة الراحة. increase susceptibility to infection، أنا وقت اللي بكون مش نايمة مزبوط بتعرض susceptibility أتعرض أتقبل الانفكشن، جسمي بكون عرضة للالتهابات، زيادة تعرض للالتهابات، وتكون أنا عندي قلة نوم، لأنه برجع بقولكم المناعة عندي خفيفة لأنه هو بيفرز النوم بيساعدني على قوة المناعة. وقت اللي أنا ما بنام مزبوط مناعتي بتخف، الانفكشن بتفوت على جسم بكل سهولة.
slower wound healing. كمان النوم بيأثر على شفاء الجرح، الجرح لأنه أنتم بتعرفوا الجرح بده كولاجين، بده بروتين، بده مناعة. إذا ما في مناعة ما في بروتين، ما في كولاجين، الجسم بيتأخر تيصح ويشفى ويسكر على بعضه. decrease pain tolerance، وقت المني نايمة إذا أي شخص ممكن تنقول يقرصني بإصبعه أو ينكزني بإصبعه أو يعمل أي حركة شوي صغيرة لو بمزح، بتلاقي حالكم انزعجتوا وصرختوا أي وجعتني. يعني بالمعنى إذا حتى لو شخص قرص قرص صغيرة بإيدكم زندكم، بتلاقوا حالكم أنه دغري بتنوجعوا. ليش؟ لأنه النيرفز والأعصاب متوترة وحساسة من قلة النوم. كلمة هيك بتكون عندنا decrease pain tolerance، ما بتقبل الوجع. بتكون أنا مش نايمة بس أي شخص أي شيء ممكن أي وجع بيجي لعندي ما بقدر أتحمله، لأنه العصب عندي منه نايم، ما كان مرتاح، فالعصب عندي بيكون مهيش وموتر. poor circulation كمان بالنوم بيخلي الشرايين كلها تفتح وكل الدم يضخ بقلب الجسم. كمان هيك وقت يكون عندي أنا قلة نوم، الدم كله ما بيضخ مظبوط، ما بيتوزع على كل جسمي أكثر الأوقات. بس ما تكونوا نايمين كتير بتلاقوا حالكم مسقعين وإيديكم مسقعين وأصابعكم مسقعين، لأنه الدم ما إنه ضاخخ مظبوط على كل شرايين الجسم. unstable mood أكيد بتكونوا معصبين وموترين وقت اللي بيكون عندكم قلة نوم، بيكون المود والكاركتر تبعكم مزعج و impaired judgment، بتصيروا ما تفهموا الشغلة، تحكموا دغري ردة فعلكم، بتعملوا judgment، بتحكموا على الأشياء، بتحكموا على الشخص، بتحكموا على التصرف، بتحكموا على أي شيء. ما بتكون عندكم هالأعصاب الرايقة إنكم تشوفوا شو عم بيصير معكم، تفرزوها براسكم، ترجعوا تعملوا ردة فعل. رح تكون ردة فعلكم متوترة وعصبية من دون تجاه أي شخص، أي judgment، أي حكم. ما عندكم هالتركيز لأنه ما نكون نايمين. Any questions till now, please? حدا بدي يسألنا شيء؟ شباب صبايا؟ لا دكتورة كل شيء واضح. كل شيء واضح لحد الآن. منتظر معي ولا عبد الحميد؟ عبد الحميد. عبد الحميد مظبوط. أوكي. ده. هلا لح نحكي عن الفاكتور افكت سليبينج، العوامل اللي بتاثر على النوم. يعني انا حسب نوم الولد الصغير مش مثل نوم الكبير. فالنوم حتى النوم له اسبابه له الفاكتور الجود فاكتورز والباد فاكتورز، يعني عوامل بتساعد وعوامل بتأذي. هلا الاشياء اللي بتاثر على النوم، اول شيء الاولد ايج، انتم بتعرفوا الكبار بالعمر ما بيناموا بينما الصغار بالعمر بيناموا، هي على قصه القلق. وتاني شيء النيرفس سيستم تبعيت النوم عندهم بيكون الكبار شوي مخلخل، منه بيكون متوتر وما بيشتغل، بيكون بيفكروا كتير ونفسيا وعقليا بيكون عصبهم متوتر، مش ما عندهم هالراحة البال. كلمة هيك الكبار بالعمر والأولد ايج ما بيناموا قد الصغار. تاني شيء اللايت الضوء، لاحظوا إذا أنتوا الضوء مضوى ما بتناموا، أما إذا واحد طفي لكم الضوء أما جيتوا بالعتمة أول شيء بتأثر على النوم. First. Second. Light. The blue light وال yellow light. إذا بتحطوا سيلولاركم أنتوا على night mode أما إذا أنتوا عم تحضروا TV بوشكم عندكم ال yellow light اللون الأصفر جاي من TV، هيدا بتلاقي حالكم بعد شوي خفيتوا ونمتوا ونعستوا. أما اللي بيجي بيفتح سيلولاره البلو لايت بتلاقوا على السكرين البلو لايت عم بيحضر شيء على السيلولار على الانترنت، لو أي فيلم لو أي شيء، بتلاقوا حالكم قلقتوا كل الليل ما بتقدروا تناموا، لأنه البلو لايت بتساعد على فرز السيروتونين والمنبه للوعي وللصحصحة. كرمال هيك أنا بس أفتح سيلولاري يكون عم يشتغل على السيلولار وعندي اللون الأزرق اللي طالع من الشاشة ضاغط على عيوني، بيساعد على إفراز السيروتونين، ما يؤدي إلى أني أكون صاحية، ما بيساعدني على النوم.
ثالث شيء الاكتيفيتي، الانسان اللي بيكون راكد وعامل سبور وكل شيء عامل اكتيفيتي بتلاقي حاله تعب فتنام، بينما الانسان اللي كل النهار نايم كل النهار كسول بتحسه صعبه عنده النوم لانه كل النهار كان نايم. انفايرمنت اكيد اذا عندي انا زمير سيارات وبيتي على الاوتوستراد اكيد بده يكون عندي نوم قلق ماني مظبوط مثل ما اكون انا قاعده بمطرح رايق وبقوتي في رواء وسكوت. الموتيفيشن الحركه الاندفاع، يعني اذا انا مثلا عندي مشروع مبسوطه بدي اقوم عندي شغل، الموتيفيشن المسؤوليه انه انا عندي درس عندي مدرسه عندي جامعه عندي حركه عندي بروجي، انا كمان الموتيفيشن بتاثر على قله نومي. Emotions and mood، كان الgood emotions الإحساس الحلو والبسط والكيف ما بتلاقوا حالكم ما بتقدروا تناموا مبسوطين، حتى الbad mood إذا موترين ولا معصبين ولا صاير مشكلة معكم كمان هذه emotions والmood بتلاقوا حالكم مش قادرين تناموا. Food and beverage إذا بشرب أنا كافيين بشرب شاي بشرب قهوة بشرب بهارات بشرب أكل يزداد الدسم قبل ما نام، ولا والنفخة اللي بتضغط على ديافراغم اللي هو عضل الروية وبيضغط لي على قلبي بيضغط لي على زعيم بحس حالي مخنوقة من كتر الأكل أكيد ما بقدر نام. برجع بقلكم بعد كمان الأكل في البيبسي في السبن آه في البيبسي في القهوة في الشاي كمان ممكن يأثروا على نوم. النس الإنسان الموجوع عامل عملية المنتاية أكيد ما رح يقدر ينام مثل الخلق، والدراغز أو إيد في إدوية نحن بنعطيها للمريض بيكون مثل فيتامين سي فيتامين دي فيتامينات فار أروفار أسيد فوليك إشياء بنخدها بالليل فيتامينات ممكن تصحصح الشخص وتوعي ما تخليه ينام مظبوط. النيرسينج امبليكيشن يعني شو الممرضة بدها تعمل تتخلي المريض انه ينام ويرتاح يكون بريلكس. اول شيء sleep promoting nursing measures اني اعمل تدابير المناسبة تساعد المريض انه ينام. مثلا عندي بالطابق سكر له الريدو سكر له الباب شل له الضجة طفي له الضوء، بدي اجرب اعمل التدابير اللي قد ما فيني اني ساعد المريض انه ينام ويخفى، وخاصه مثل ما انه معود ببيته اذا بيته معود انه يسكر بيطفي الضوء يسكر البردايه او يمكن ينام على التلفزيون ينام على الموسيقى، انا بدي ساعد اخذ التدابير لساعد المريض انه يخفى. اول شيء من التدابير انه maintaining sleep ritual خليه على الطقوس النوم اللي عنده اياها، هو معود ينام بعد الظهر معود ينام عشيه، ضل نحافظ له على الطقوس اللي بينام فيها تيقدر اعطيه شانس انه ينام، لانه بتعرفوا المريض بالمستشفى بالهوسبيتال cannot sleep he is anxious he is worried about his case ما بينام مظبوط. ثاني شيء reducing intake of stimulating chemicals، جرب قد ما فيني خفف من اعطيه مواد كيماويه بيبسي شاي مشروبات كلها كافيين قهوه، جرب قد ما في اني خفف له من الادويه فيتامين سي فيتامين دي اعطيه ادويته اللي ما مواد الكيماويه من الادويه، مثلا جرب المريض قد ما فينا اقسم له ادويته ما اعطيهم فرد مره مثلا بالليل اذا بقدر تخفف كميه الكيماوي اللي فاتت على جسمه اللي بتوديه على انه يوعى يصحصح يجي الوعي ما يقدر يخفى. Promoting daytime exercise، حد المريض انه يوم يعمل اكزرسيس قوم امشي قوم تمشى عمول تجذب بالكوريدور بالكلوار جرب تمشى شوي بالطابق انزل على تاني الطابق انزل على الكافيتيريا خد شيء مش خد شيء اذا بحق له قوم عمول برمي على الكافيتيريا تجرب بالنهار انه يعمل حركه ما يجي بالنهار يضله نايم لانه بالليل كمان يمكن ما يقدر ينام. Adhering to regular schedule for retiring and waking، جرب انا اعمل له نظام للنوم ولا
للتيقظ، يعني قوم اكتب قوم ريح للتلفزيون، جع بعد ساعة بس تغدى نام ساعة، جع عشية بس تعشى تمشى شوي، ومن بعدها جع نام. يعني أنا بدي أعمله سكادجول، مشيه أنه يرتاح ويقوم أحسن ما يضله كل النهار نايم وما يقدر ينام بالليل. Progress relaxation، جرب قد ما فيني أعطيه الاسترخاء، بحب يسمع موسيقى بحط له موسيقى، بحب يحضر تلفزيون، بحب يقرأ، أمن له الوسائل شوي بتريحه للاسترخاء. آخر شيء باك مساج، باك مساج إذا فينا المساعد يجرب قد ما في يعطي مساج للمريض، يفك له يشله والتابه، قد ما فينا نقدر نخفف من ستريس تيقدر ينام. Any questions for now؟ قبل ما ننقل على المرحلة الثانية، في شي سؤال ما يسأل؟ رح جيب بس 5 دقايق وبرجع لكم. Just 5 minutes. هلا صرنا بالقسم الثاني السيفتي. مين معنا؟ معك مس. يلا الباقيين كلهم معك استاذة. الله يعافيك. نعم معك. لكن انا حنكمل هودي مثل رؤوس اقلام اساسيات، انه مثل فكرة تاخدوها أنتو كيف لازم تتصرفوا مع المريض، كيف لازم تأمنوا له الأمان والراحة. مثل هودي إشياء رد فعل بتعيشوها بالحياة. يعني أنا مش تدرسوا هيدي موتامو، يعني مثل بقوله word by word. أنتو بتعرفوا أنه المريض إذا تعبان بده ينام، بده يسكر الباب، طف الضوء، حط له موسيقى رايقة حسب طبعه. هيدي تجي فطنة تعامل الممرضة مع المريض، بس أنا علي أكيد نسكرهم ونلفت نظركم عليها. هلأ رح نبلش بالسيفتي، حماية المريض. أول شيء الحماية المريض
في هن الحماية من الأكسيدانات، يعني الأكسيدانات أو الحوادث أو العوامل اللي بتكون أكثر شيء بيجي منها بنأمن لها الحماية. أول شيء الإنفنتس أكثر الحوادث بتكون إنه غير مقيدة في السيارات، هودي الأولاد أكثر شيء، الأطفال بتكون غير مقيدة بالسيارات، هو أكثر نسبة الحوادث بتصير عند الأطفال. تودلرز أكثر شيء بيكونوا بيوقعوا بيحترقوا بيعملوا إلكتريك شوك بيغرقوا، بيكونوا هؤلاء الأطفال ببلشوا مشاكل منلاقية تسمم، حد شي بتمه مثلا ضره، أما حد شي بتمه مش عارف شو عم بياكل، الولد الصغير ما بيعرف شو ما يمكن شو ما بلاقي قدامه يمكن أكل بحطه بتمه، falling down بيوقع، الحروق والإلكتريك شوك الكهرباء والغريق. بينما بالنسبة بالمدارس children and adolescents بالمدارس هن هن بالمدرسة إنه الولد يوقع ينجرح يكسر اجره، او بالنسبه للتشيلدرن والادوليسانس كمان الحوادث اللي بتجي من السبور اكتريت السبور، لانه الادوليسانس بيكونوا واعيين بس اكتريت الحوادث بتكون من بسبب السبور. هلا بالنسبه للادوليسانس يعني الكبار بالعمر أكثر شيء بيكون عندهم مشاكل تنقول الاستلشاء، يعني بتلاقوا حالهم متهورين، ممكن كل الحوادث بيكون مثلا متهورين إن كان السواقة أو إن كان لمس النط أو القفز على العلو، ممكن إنه يقفز بالبحر على علو ما عنده تمارين، يعني هي التهور أكثر شيء بيكونوا عند الأدل، هن بيكونوا واعيين على الحياة بس بيكونوا بيعرفوا شو ممكن يكون في مشاكل، السواقة السريعة قطع الأوتوستراد، يعني هول الحوادث بيكون من تجاهل القضايا السليمة. بين الوجع، الوجع نحن قلنا هو 5 vital signs: blood pressure, tension, blood pressure, pulse, respiratory، والاشياء اللي بتدل على وضع حالة المريض هو الوجع. وقت بفوت المريض أنا عنده موجوع أنا بدي أعرف شو وجعه، بدي استدل منه، أهم شيء لأنه هي أكتر شيء أكتر أمراض بتدلني المرض بيحكي حاله، تكون أنا موجوعة أم عندي مرض معين، هو الوجع بيدل الحكيم أو الممرضة على حالة المريض، بيقول لك أنا راسي عم يوجعني، خلاص دلني على أول خطوة على راس الخيط، إني أنا بدي أشتغل شو سبب وجع راسه، ضغط، لعين نفس، ضرب راسه، قشط السكري، من الدينان، من النظر، أنا بدي يكون هون ذكية أعرف اكتشف الوجع عند المريض، لأنه الوجع بيدلني على حالته الصحية للمريض. Pain is the major cause of physical distress among clients. الوجع هو أكثر سبب للستريس وللتعصيب وللتوتر. كلنا بنعرف وقت اللي بنكون إنه موجوعين من طرح معين بنكون معصبين، وهو ناتج هو شعور مزعج عند أي جرح أو عند أي مرض. هيدا هو البين. البين هو الديسكومفورت، الانزعاج، الشعور الانزعاج بوضع مرضي أو وضع جراحة جرح. كيف تصير السايكل تبع البين؟ أنا أول ما بدأ بالكهرباء بتنقول من داد إيدي على الكهرباء بتلاقي الكهرباء فاتت من إصبعي، تنتقل بالنيرفز sensitive nerves بتوصل من على المال
البينيير يعني الجهاز العصبي على سلسلة الظهر، عدودة الظهر بكل عصب، بينتقل الوجع بالعصب وبيطلع لفوق على الرأس على سنتر الوجع. سنتر الوجع بيتلقى الوجع، بيعمل ردة فعل، بيرجع بيبعت لي أمر، بينزل من الدماغ على سلسلة الظهر، من سلسلة الظهر بيمشي بهذا النيرفز نيرفز موتور نيرفز العكسي، وبيعطي أمر إني أنا أسحب أصبعي، شيل أصبعي عن النار. هيدا هي الترانسدكشن بتل بتكون عندكم الوجع. الوجع بيعطي أمر للرأس، والرأس بيعطي أمر إني أنا أسحب إيدي وشيلها. كيف أنا بدي أعرف المريض إذا كان موجوع؟ شو هن المعلومات لازم أنا أعرفها عن الوجع؟ كيف أنا بقدر ميز هيدا المريض ولا لا؟ كمان من أي عوامل بقدر أعرف إنه أنا المريض موجوع؟ أول شيء pain هو fifth vital sign نحنا درسناها، هو العامل الخامس للعوامل أو علامات الحيوية عند الإنسان. هيدي البين هو عوامل الحيوية. كيف بقدر أعرف الوجع؟ بقدر أعرفه من التمبرتشر، لأنه وقت الواحد بيكون موجوع بيكون محبق، بيكون وجهه سخن، بيتعلى حرارته، الوجع بيعلى الحرارة. ثاني شيء بالباز من وراء النبض، وقت الواحد بيكون موجوع بتلاقي عندكم تاكيكارديا، طرقة قلب سريعة. ثالث شيء respiration بالتنفس، وقت أنا المريض بيكون موجوع بتلاقيه عنده تاكي بنية، بيصير يتنفس بشكل سريع كأنه مزعوج وبيصير يقفط وينفخ. رابع شيء من وراء blood pressure، في كتير عالم بيكون مزعوج، وقت مزعوج بتخدي للضغط تبعها، الضغط بيعلى، ممكن انه الضغط يوطى. اوقات في ناس بس يكونوا موجوعين بيغيبوا عن الوعي بقشوا ضغطهم، في ناس بس يكونوا موجوعين بيعلى ضغطهم من وراء التعصيب من وراء الوجع. البين لازم يتاخد عن طريق مش لا الام تحكي لي ولا انه هي لشخص يجي لي موجوع، بده ينعرف من وراء الممرضة والهيلث كير ديليفري. يعني بتروح الممرضة بتحكي مع المريض مباشرة، بيجي البراكتيكال اسيستنت تبعت الممرضة بتروح لعند المريض، بيروح لعند المريض، بيدي اشخاص الهيلث كير هن بيعملوا استفتاء او استشارة الوجع عند المريض، مش بيجوا بيسألوا ابنه مرته، لانه انا بدي هو يقول لي شو وجعه، لانه بين انه ينقل الخبريه لمدامته والمدامته تجي لعنده تتجي تخبرني شو الوجع، بتصير عم ننقل للمواصفات ممكن تكون مغلوطه. بروح لعند المريض، الشخص المختص بالطابق، الممرض، الممرضه، الحكيم، مهم، بروح لعند المريض وبساله عن حالته. الهيلث وركرز شود بي ادوكييتد اون بين، انا لازم اعلم البراكتيكال والمساعدين معي عن كيفيه نقدر نقفل الوجع عند المريض. يعني لازم نعلمهم انه تنقول راسه عم بيوجعه، لازم تسألوه وين عم بيوجعك، كيف عم بيوجعك، استقصي كل المعلومات، بطنه عم بيوجعه، استقصي في نوزيا، في فوميتينج، في سهيل، وين الوجع. بده الممرض والممرضة يعرفوا يتعلموا عن كل المعلومات عن كل أوجاع الجسم، يكون عندهم تثقف بالموضوع، ثقافة، تنقدر بس نروح عند المريض أعرف أسأله أسئلة إلى طعمه، مش أسأله وين عم يجعك راسك، لا، طيب عندك ضغط، عيونك عم يجعوك، دينك عم بيطنوا، بدي أنا أطلع منه مواصفات الوجع، لأن هو كل شيء بيقول لي راسي عم يجعني، أما بطني عم يجعني، أنا بدي أنا والستاف تبعي should be educated، نكون عندنا المعلومات عن الوجع. Clients and family should be educated on effective pain management، لازم العائلة نعلمها كيف يتصرفوا وقت الوجع، وتكون المريض عندهم بالبيت، عنده وجع بصدره ناخذ له ضغطه، عنده وجع براسه ناخذ له ضغطه، عنده وجع بالمعدة نشوف إذا عنده استفراغ، نحط له بخيط سبيرتو إذا عنده مغص، إذا عنده التهاب، عنده وجع بالمبولة شوف نسأل المريض إذا عنده التهاب البول. يعني العائلة كمان لازم يكون عندها، نعرف نعلمها كيف وقت المريض بيكون بالبيت بتراقبه
وتشوف حالته وحالة الوجع عنده. وكل شيء بالآخر، كل شيء بدنا نعطيه للمريض وفقا لوجعه بدنا نحترم هيدا الشيء. إذا المريض قال لي أنا ما بدي إبر، ما بدي مصل، ما بدي دواء، أنا مضطرية أحترم هيدا الشيء وإرادته. يعني أي دواء بدي نعطيه للمريض who has pain if he doesn't accept the treatment، أنا لازم أحترم إنه المريض ما بده الدواء، رفضه. The pain assessment. The pain assessment يعني أنا بفوت عند المريض بدي أسأله عن الوجع. كيف بدي أسأله عن الوجع؟ بدي أستقصي عن وجعه. أول شيء بدي أشوف أي متى بلش الوجع، بسأله أي متى onset، أي متى بس وعيت من النوم، بس أكلت بلشت معدتك توجعك، بس تحركت، بس طبيت، بس عليت راسك. بدي أنا I should make any assessment. اسأله للمريض أنت أي متى بلش وجعك وشو مزعجك وشو مضايقك. لكن أنا بدي بين له أول شيء أي مرحلة، أي وقت معين بلش وجع، الصبح، الظهر، عشية. تاني شيء quality degree of suffering، يعني عندك وجع بيلمع، وجع متقطع، وجع عم بيقوى شوي شوي، ولا وجع كهرباء ميجرين، عندك الشقيقة، عندك مغص بالبطن بيروح بيجي. degree of suffering يعني متقطع، متكامل، متواصل. بده يفهمني نوعية الوجع. تالت شيء intensity. intensity هي قوة الوجع، كتير، شوي، محمول، ما عم تقدر تحمله. نوع الوجع بدي قل له قديش السيفر، إذا كان مقبول وسط ولا غير محمول. بدي قل له اعطيني رقم من 0 لـ10. كما هيك بقى أكثرية الأوقات بقول لك مثلا قديش قوة البين عندك، تعطيه من 0 لـ10. location وين بيكون المريض الوجع، البطن، دلني وين وجعك، ببطنك، برقبتك، بظهرك، بإجريك، بهو location site of the pain، وين مطرح وجعك، بدلني بإيده. والduration كمان قديش طولت معك تريس الوجع، ولا اختفت، ما اختفت، بعدها موجودة، قديش طولت معه تريس الوجع. هودي الاسسمنت تبع البين، onset أي متى بلش، quality نوع البين، intensity مدى قوته للبين، location وين موجود، الduration قديش الفترة اللي ضلت الوجع معلق عليه. Any question for now? رح ناخد ربع ساعة، هلا 4 لـ10 رح ناخد ربع ساعة بريك، أنا برتاح وأنتوا كمان بترتاحوا ومنكمل الدرس، أوكي؟ Just 15 minutes. صباح يا شباب، اوكي تمام دكتورة، اوكي تمام دكتورة. دكتورة نعم، انا هسه يلا دخلت المحاضرة قبل شوي، ما كان عندي نت. ايه طيب، بس ان شاء الله هلا خجعي خدي بالتسجيل اشوف القبلة. ايه هلا بتشيل خديون وجعي عديون وركز عليهم منيح. اوكي تمام، اوكي دكتورة.
يا رجعنا صبايا، حاضرين معي بليز؟ معك استاذة. يا اهلا بنهاد، على طول نهاد. تمام معي عبد الحميد. لكن هلا رح نبلش بالانديكيشن تبع البين، يعني المريض انه كيف بيقدر يعطيني انديكيشن دلني على الوجع، عم يقدر يوصل لي المسج للوجع. نحن قلنا في اصلا في فيربال وفي نون فيربال انديكيشن. اذا المريض مش قادر يحكي اما يفسر لي انه هو موجوع، في طريقه. اول شيء المونينج بصير ان انه يعطي صوت انين انه هو موجوع. ثاني شيء كراينج، في كتير عالم مثلا الاطفال الاولاد بيبكوا من الوجع، ما بيقدروا ما بيعنوا الولد، اما الطفل الصغير بيصير دغري على الوجع يبكي، بصير يئن ويبكي. غريماسينج يعني تعطي تعبيرات وجه، بصير يغمض عيونه يكش بحواجبه، يجرب يعض على اسنانه، يعض على شفافه انه هو موجوع. هودي غريماسينج، تعبيرات، يعطي التعبيرات وتكشير البال بالوجه. guarded position مثلا بتلاقيه برم يمين رجع برم شمال، رجع قرب طب على بطنه، بتلاقيه رجع لورا مرجع راسه مستلقي انه هو موجوع ماسك بطنه. في طريقة position حسب قاعدة المريض تمام ممكن تدلني على وجع. increased vital signs، انا بس اعمل يكون موجوع بخذ له الفيتال ساينس، الضغط والحراره. ان احنا حكينا وقلنا انه الوجع بيعلي الضغط، الوجع بيحلي حراره، الوجع بيعلي طريقه القلب، فكمان الريسبيراتوري ريتم كمان واحد بيكون موجوع بتلاقيه ممكن عم يتنفس بطريقه سريعه. لكن انكريز بتتغير وبتعلى العوامل الاحياء عنده الفيتال ساينس.
بعدين عنا reduced social interaction، بصير مش طايق حدا، ما الجليد يحكي مع حدا، حدا بيحكي أنجأ بيرد أنجأ بيركز عليه، ما بيكون عنده حال إنه حدا يزوره ولا يجي لعنده. irritability اللي هو التعصيب، يكون معصب كل نت، إذا حدا حكي بتلاقي دغري عصب ودغري نرفز ودغري عطى جواب إنه هو مستنفر من قدر بشغل عصبية. difficulty concentrating، بتقولوا له عن الشغلة ما بركز عليها، بتحولوا ليها مرة واثنين ثلاثة بس يكون موجوع، ما بركز على الشيء اللي عم بيقولوا له إيه، لأنه مركز على وجعه، كل هدفه إنه يروح الوجع. وchanges in eating and sleeping، بتلاقوا المريض اللي بيكون موجوع كمان ما بيأكل ولا بيكون بينام، أكيد كل شخص بيكون موجوع ما بيقدر يأكل بتنقطع الأبليكة، وبكل شخص بيكون موجوع ما بيقدر ينام كل الليل ما بينام، حتى بنهار يجرب يحط راسه تينام بيكون الوجع مسيطر على نومه. pain management technique، الطرق اللي ممكن أنا شيل الوجع. أول شيء في طريقين، طريقة الدراج والسيركل شكل، يعني أنا عندي تنقول إصبع إجري ضفر إجري أما ضفر إيدي عم يجعني موجوعة، في طريقتين، يا بياخد دراج ترابي إدوية لسكت الوجع أو درسي عم يجعني تنقول، يا بياخد دراج ترابي أو بعمل عملية أو بعمل بقبع السن بقبع درسي بقبع ضفر إصبعي بعمل عملية بشيل سبب الوجع. بالنسبة للدراج ترابي هن قسمين، هو نون ناركوتيك. نون ناركوتيك يعني ما في ناركوتيك، ما في هالدراجز اللي بيكونوا مستوى عالي قوي، مثل مبنج، مثل مبنج دواء بنج عالي، يعني حبوب مبنجة، هي نون ناركوتيك دراجز، يعني ما بتخدرني، مثل الأسبرين، أسيتامينوفين، البانادول، الإيبوبروفين، نابروكسين، بروكسين، بروفين، شو ما كان هودي الأدوية، بروفينيد، بروفينال، هاو الأدوية اللي بستعملها أنا كرميل ل كرمال لفوت على كرمال لأخذ العلاج. والنوع الثاني من الحبوب هو الناركوتيك. الناركوتيك هو المبنج العالي مثل المورفين، سلفات، الكوديين، الترامال، أي أدوية مستواها مبنجة عالي مثل ما قلنا الكوديين، الترامال، الدروتال، المورفين، كمان بينعملوا على مستوى عالي. بنرجع بنقول النوع الثاني لا ايام الالم هو العمليه، واحد بيكون موجوع ظهري بقرر يعمل عمليه تشيل وجعه. any questions till now؟ هيدي هيدي حبيبتي هيدا 2 و 3 خلصناها، lesson 2 و 3. بدي اشوف اذا حدا عنده اي سؤال، بهيك مرق السلايدات براسه يسالني اي سؤال عني. مرقون وحده ورا الثانيه اذا بدكم، شوف اذا في شي سؤال ما بدكم تسالوا. رح نبلش هلا ب lesson 4. lesson 4 رح اعملكم شير لألو تنبلش بال lesson 4. just one minute please.
سوري، نحن كنا هلا بالليسن 4، رح نرجع نعيد الليسن. كنا بالليسن 4، لا رح نرجع نعيد الليسن 5. بلش الليسن 5. لا عفوا استاذ، احنا خلصنا ال 2 وال 3 وهلا حنبلش بال 4. هلا لانه انا مغلطه بينكم بالبريزنشال، هالمشكله انه اليوم درست البريزنشال. البريزنشال سبقيكم بس بدرس واحد هيدي، لكن هلا ال 4 ها بينيها. اوكي هيدا الاسم 4، just one minute. تعال نكون شير لإلا. Share screen. هيدا هي الاسم 4. وصلت لعندكم؟ فتحتوها؟ فتحت عندكم؟ yes miss. اوكي. رح نبلش فيها، مش رح كتير ناخد منها، بس رح ناخد لنا شي خمس سلايدات تنقدر نكون بلشنا باللسن فور، يكون شوي شحنا. لسن فور هي بتتضمن عن الأسبسي. الأسبسي التعقيم، يعني الأسبسي هي نظافة التعقيم، وعندنا المرحلة الثالثة هي sterilization. sterilization هي التطهير. التعقيم غير التطهير كليا. هيدا تعقيم انا وقت بنظف بعقم الانينه، بعقم الطاوله، بعقم المجله، غير ما اني طهر. التطهير بيكون تطهير نهائي، ممنوع يكون في اي صفر صفر بده يكون بكتيريا حواليه. التطهير بيكون اكثر شيء بالمستشفيات، بالعمليات، بالاوبريتنج روم، بالعمليات وبالانتنسيف كير، بكل المستشفى اكثر شيء بيكون عندنا التعقيم. هلا عندنا التطهير. التطهير هي الاسبسي. الاسبسي هي preventing infections is one of the most important priorities in nursing. اني انا اتفادى الميكروبات والتنظيفات هن اهم شيء عند الممرضه. اهم تصرف بالنيرسينج هو البريفنتنج انفكشن. انا ممنوع انقل الانفكشن من مريض لمريض. انا من وراء ايدي، من وراء لبسي، من وراء عدم غسيل ايدي المستمر، ممكن المريض بالكوفيد والتاني مريض هباتيت، اما امينوسبريسد ديبريس يعني ما عنده مناعه، امسك الفيروس تبع الكوفيد كورونا وانقله للمريض ما عنده مناعة، وكون أنا سبب في وفاته. أهم شيء الممرضة لازم توصف بالنظافة والتعقيم، وهي مسؤولة الطابق عن أي بروسيجرز بتصير بخصوص التعقيم. مايكرو أورجانيزم هن living animals or plants visible only with microscope are commonly called germs. الجيرمز الجراثيم هن احياء، كائنات حيه صغيره ما بتنقشع الا بالميكروسكوب. هن جراثيم شكلهم صغير ويعتبروا ميكرو اورجانيزم، يعني خلايا صغيره ما نقدر نقشعها الا بالميكروسكوب. يعني خلايا صغيره ميكرو اورجانيزم بتنقشر بالميكروسكوب. الماكرو اورجانيزم يعني هودي الخلايا الصغيره الجرثوميه الجيرمز موجودين everywhere، على الحيط، بالارض، بالسقف، بالطاوله، بثيابي، بالسكن، بالمي، وين ما كان موجودة أنا بدي لاقي جيرمز. الجيرمز ما بتختفي عن وين ما بلمس، يعني أنا بس كون بالمستشفى وين ما بدق إيدي بدي يكونوا كلهم بكتيريا. Type of microorganism. الخلايا هن نوعين، الجراثيم هن نوعين. في عنا جراثيم جيدة non-pathogen. non-pathogen معناتها
باثو نون باثو باثو باثولوجي باثولوجي أمراض ما بتعمل أمراض. يعني مثلا الموجودين على جلدتي اللي هن عادية مش إني أنا نقلتها بإصبعي بإيدي، هن اللي أساسا على جسمي موجودين، موجودين على الطاولة، موجودين حتى بالإمعاء، في عنا بكتيريا مهمة وضرورية بالإمعاء. لما هيك الطفل الصغير بس ما يكون عنده هالمناعة القوية منعتيه أو إيد أنتيروجيرما أو ما منعتيه مثل مقويات للجراثيم الجيدة اللي بتحمي الإمعاء. يعني في جراثيم حماية بسموها سابروفيت أما جراثيم جيدة للجسم بتحمي الجسم، في عندكم جراثيم زي ممكن تقتل وتعطي ميكروبات. نون باثوجين هي الجراثيم اللي بتكون جيدة ما بتأذي الجسم، الباثوجين هي اللي بتعطي أمراض وإنفكشن وحرارة والتهابات وعمل وبو. أي ريزرفوار، أي ريزرفوار هو مخزون الجراثيم. بتقولوا ريزرفوار، كيف ريزرفوار السيارة؟ ريزرفوار بنزين. كيف ريزرفوار المي؟ بيكون ريزرفوار بقلبه فيه المي. ريزرفوار هو أي مطرح مكان مغلغل ويتكاثر وموجود فيه البكتيريا بحياتنا. يعني بيقولوا هيدا وكر ميكروبات. مثلا عندنا سكن ريزرفوار، ريزرفوار ليش؟ لأنه هيدا وكر وبتجمع فيه كتير ميكروبات وبتكاثر فيه، هيدا ريزرفوار للبكتيريا. شيفت أوف هير كمان الشعر وبصلة الشعر وراس الشعر هن كمان عرضة للبكتيريا، وبتعرفوا كتير منيح إنه الشعر أكتر مطرح بتغلغل فيه الأمل والسبان والميكروبات بقلب بصل الشعر، لأنه هون أكثر مطرح في بكتيريا في وسخ بيكون بجلد الشعر. open wounds الجروح المفتوحة، بتعرفوا إنه الجرح بس ينفتح البكتيريا بتحب تفوت على الدم وتغلغل وتتغمى بقلب الجرح. لما هيك الجرح بس يفتح بيصير ميلتهب من البكتيريا بتفوت عليه وبتنام. البلاد انتو بتعرفوا كمان الدم اكتر مركز بتحب البكتيريا تفوت عليه وتتكاثر فيه. واللور دايجستيف تراك هو المنطقة السفلية تبع المصران، يعني مصران الغليظ والمصران الرفيع هن اكتر اماكن فيهم بكتيريا، والاثبات لانه بيطلع منه الخروج، والريحة اللي بتطلع من الخروج هي بتطلع من غازات البكتيريا، بس يكون في ريحة بشعة بالخروج هي البكتيريا اللي بقلب المصران عم تعطيني هيدي الريحة البشعة. Nurses must understand and practice methods to prevent nosocomial infection. Infection acquired while a person is receiving care in a healthcare agency. Infection, هيدا بليز احفظوا معي. Nosocomial infection. Nosocomial infection هي الأمراض اللي منلتقيها من المستشفيات، اللي بتطلع من المستشفيات، اللي بتنتقل بقلب المستشفيات. Infection, nosocomial infection هي ممنوع أنا مريض يطلع من عندي من المستشفى وبعد يومين ثلاثة لاقي إنه محرور أو في عمل بجرحه أو عمل عم بيكد من محل عمليته عم بيكد عمل، لأنه هيدي العمل والإنفكشن لقطة بالمستشفى. هيدي مسؤولية المستشفى، مسؤولية الممرضة، مسؤولية الOR operating room، مسؤولية أي شخص من المستشفى. ممنوع أي مريض أنا كون سبب إني خليه يلقط ميكروبات من وراي، وممنوع إني مريض يطلع من عندي ورجع استقبله بعد يومين بالطابق عندي سببه التهابات من المستشفى. بدي يكون حريصة إني أنا قد ما فيني اتفادى ان المريض يلقط هالميكروبات، وخاصة خاصة ميكروبات المستشفى بيكون ميكروبات قاسية قوية مئزية بتفوت على الجسم ولا بالهين انها تروح، لانه بتكون اقوى انواع البكتيريا بتكون موجودة على الحديد وعلى الماتيريالز، على الانجكشن، على السيجر، على البلاتفورم،
كل شيء بيكون بكتيريا بقلب المستشفيات من أصعب البكتيريات لتنشر من الجسم. كل من هيك بدي يكون حريصة. Nurses must understand and practice method to prevent. بدي استعمل كل الطرق إني ما سبب بالتهاب لمريض بقلب المستشفى. الأسبسي هي those practices that decrease and eliminate infection agents, their reservoir and vehicle for transmission. It is the major method for controlling infection. شو هي الأسبسي؟ هي الممارسات والواجبات اللي أنا بدي اتصرفها بقلب المستشفى لا وطي نسبة الالتهابات ولا اتفادى تغلغل البكتيريا بالريزرفوارات وانتقال البكتيريا من مريض لمريض. يعني أنا بدي أعمل أسبسي، بدي أعمل نظافة تعقيم بشكل ما سبب أول شيء خفف من نسبة الانفكشن ايجنز البكتيريا الموجودة حوالي، ثاني شيء خفف من تغلغلها اللي هو ريزرفوار وانتقالها فيكلز وانتقالها ترانسميشن من مريض لمريض. هيدي الطريقة، أنا بهالطريقة أنا عم بعمل كنترولينج انفكشن، عم بسيطر على انتشار الأمراض بقلب الطابق. عندي قد ما فيني بدي اشتغل الاسبسي عقم تتفادى انتشار الامراض الجسميه بقلب طابق. ميديكال اسبسي في طريقتين لانا للتطهير للتعقيم. التعقيم هو نوعين، في يكون ميديكال في يكون physical. هلا رح نرجع نفسر لكم اياها. الميديكال يعني بطريقه الطريقه الطبيه، طريقه اللي بتصرفها انا طريقه طبيه. اول شيء ميديكال اسبسي هن معناتها الجراثيم موجوده وين ما كان الا بالستيرلايزد جوبمنت، الا في مكان التطهير، يعني الاوتوكلاف والمكانات الكبيره اللي بتطهر للعمليات، فهود الوحيدين ما في ولا بكتيريا. بس باقي الأجسام بقلب الطابق، أي طاولة أي كرسي أي دفتر أي شغلة موجودة بالطابق عندي موجود فيها البكتيريا. رح أجرب أنا قد ما فيني إني طهر وعقم المكان تبعي بطابق. الطريقة أول طريقة هو إني عقم sterilized equipment، كل شيء في مقصات، كل شيء في pans، كل شيء في compress، كل شيء في pads، اني عقمهم بالاوتوكلاف بادوات معقمه شو ما كان، استعمل طريقه للتعقيم. ثاني اهم شيء واهم احتياطات اني ما انقل عدوى بالطابق عندي هو ضلني غسل ايدي frequent head washing. ظهرت من عند مريض غسل ايدي، فيت لعند مريض غسل ايدي، نقلت من مريض لمريض بغسل ايدي، دقيت بالدوسيه بغسل ايدي. ممنوع فوت عند اي مريض او اتهل عند اي مريض ما غسل ايدي. So frequent hand washing maintaining intact skin are the best methods for reducing the transmission of microorganisms. شغلة الثالثة هو استعمل الاحتياطات بالطابق اللي هو الكوفر هيد، الشابو كوفر هيد النايلون، كوفر شوز غطي البوت، اما الحذاء الطبي بقلب الكوفر شوز هو بيجي شقفة نايلون بنغطيهم، الجلوفز، الكفوف على ايدي، الجون، البلوزة الخاصة بالمستشفيات، والجوجلز، الماسك اللي بغطي العيون. هودي كلهم بدي اخذ احتياطات اعملهم والبسهم هولي السيستم لبس الخاص بالمستشفيات تتفادى اي انتقال عدوى. ورابع شيء بدي امن كلين انفايرمنت، بده يتنظف التواليتات والحيط والارض والبوتو اسيروم والسيروم ستاند والترموميتر والاريكو، كل شيء فيه ادوات موجوده بالطابق بدها تتعقم وتتطهر بدواء المطهر. امن للمريض مطرح نظيف. شو النفع اني انا كون عم بتفادى بإيدي وبلبس جون وبلبس كوفر شوز وبلبس هيد شوز، وأنا المريض أوضته استقبلته بأوضة مني مطهرت له للحيطان للبوتو أسيروم ولا مطهرة الأوضة تبعيته.
Any questions till now? دكتورة أنتي قلتي أكو نوعين من الجراثيم تكون نافعة وغير نافعة. إيه. ممكن نعرف شلون يعني ممكن نعرف إنه هي نافعة؟ جراثيم بيكون بقلب معدتك، هودي جراثيم بيكون حصراً ربنا خلقها بقلب معدتك. البكتيريا النافعة. إيه نافع. بينما البكتيريا المش نافعة هي البكتيريا الأكثر شيء بتلوها مثلا ستريبتوكوك ستافيلوكوك الميسلز الروجور البيول الحميرة الأمس سأمفي الأربس في مية نوع الاي بي في سي ام في هودي في بكتيريات بالكون كله اللي نحن بنطعم ضدهم هتنسوا في فيروسات وفي تطعيمات بنطعم ضدهم كمان هودي بكتيريا مأزية ممكن مثل الكوفيد الكورونا كل هالبكتيريا والفاكسينيشن ضد هالبكتيريا هن بيكونوا مأزين. Example of medical aseptic practices يعني أنا كيف ممكن أني أنا طهر الطابق ونظف الطابق. أول شيء استعمل antimicrobial agents، جرب قد ما فيني استعمل للتطهيرات والأدوات والجالونات الفاكوسات الفاكوسيد اشياء المطهرات الطابق للحيطان الأرض الزيز البويب الحمامات. تاني شيء غسل إيدي هاند هايجين من مريض لمريض مدق بالمريض قبل ما غسل إيدي لو شو ما صار. Wearing hospital garment اللي أنا حكيته عنه من شوي هذا من الرزيمي عن اللي حكيته قبل إنه ألبس كل سيستم اللبس الماسك الجوجلز الهيد شوز هيد كوفر الكوفر شوز الجون البلوز تبعية التمريض هودي بدي ألبسهم بالمستشفى قد ما فيني. رابع شيء إني أجمع كل في إفرازات وشراشف ومخدات للمريض بس يظهر واعتبره إنه مريض متسخ لو كان هو ما في شيء ميكروبات بس أنا بعتبره إنه هيدا المريض إنه هو في عنده جراثيم مش إيش عينا بجمع له شراشف ومخداته بحطهم بالديرتي لاندري تبعته على الغسيل. وخمسة keeping the environment as clean as possible بنظف الطابق بطهر الطابق بحط اشياء مطهرات بكل طابق هودي عوامل النظافة بنعلمهم كيف يستعملون الأدوات المطهرة. في شيء سؤال يسأل لهلا دكتورة تغيير الشراشف كم مرة يكون بالأسبوع؟ هو بالأسبوع هو لازم كل يوم يتغير شرشف المريض كل يوم Any questions till now؟ رح نوقف لليوم صارت 4:30 وشحلنا شوي قربنا من زملائنا تما نسرع كتير عنهم. في شي أسئلة بتحبوا تسألوها؟ في شي بتحبوا تعرفوه؟ لا تمام يعطيك العافية أستاذة حبيبتي. باقيين في شي سؤال قبل ما نودعكم؟ لا دكتورة يعطيك العافية. وانتو كمان دكتور ممكن سؤال؟ نعم تسمعيني؟ نعم نعم. إيه زين هسه أنت من تدوين تبديل الشراشف أو استخدام منظفات وها يعني هاي مسؤولية الممرضة هماتين مسؤولية الممرضة؟ لا هيدي لما مسؤولة الممرضة تعلم البراكتيكال المساعد تبعي تجهيزين رئيس الطابق إن تعلمه كيف بده يلقط وكيف بده يطهر وكيف بده هي بدها تعمله الانكادرما والانكوريجينج and teaching him what to do. تمام فهمت. Okay. Any other questions؟ Yeah. منشوفكم جمعة الجاي إذا الله رب. Happy weekend. إن شاء الله مع السلامة. Bye bye. مع السلامة.